هناك قرارات حقيقة، قرارات مهمة تخص حياة الناس وحياة المواطن، ولا بد من إيجاد فرص سريعة لتنفيذ هذه القرارات أو التصويت عليها. هناك قرارات يعني حقيقة مثل الأحوال الشخصية وقانون مؤسسة الشهداء، حقيقة اليوم الشهداء بحاجة إلى قانون يرعى مصالحهم، يرعى حياتهم، اليوم هذول قدموا خدمة للبلد. قرأ قراءة الأولى وقراءة قراءة ثانية، لكن لم نجد تصويت لهذا القرار. يجب إيجاد حل. هناك قرارات ما تخص حياة الناس اليومية، يتوجب أن نتأكد أن القرار اللي راح يكون صادر بالمجلس النواب أنه هو قرار يعني حكيم ويصب في مصلحة المجتمع العراقي. وبالضبط ما ترهم أن واحد كل ما كانت دافت قانون جديد يدخل أو يكون في قضية النقاش يكون برنامج آخر قدامه أو قانون آخر قدامه حتى لقضية المساومة. لا، إحنا مدى نعيش قضية حرب باردة حتى مثلاً نقول والله نحتاج أن مساومة ما بين مادة ومادة قانونية. لا، إحنا بالعكس إحنا نحتاج أن كل مادة تنزل ويصير عليها قراءة كاملة ودقة كاملة عليها ونقاش كامل، من بعدها يصير القضية الموافقة من كافة الجوانب للعقد على هاي الجلسة، تكمل الجلسة بخير وسلامة حتى نستفاد إحنا من عدها. اللجان النيابية الموجودة في قبة البرلمان يجب أنه عندما يشرع قانون يجب أن يكون فيه اهتمام لفئة كبيرة والفئات المستهدفة الموجودة اللي تستفاد من هذا القرار. هنالك يبدو هنالك انقسامات كثيرة يعني في قرار أي قرار معين، يعني قد يكون بها مآرب أخرى، قد يكون بها أنه عدم الخبرة بهذا القرار أو عدم معرفة مدى الاستفادة. كان يفترض في كل قرار في المجالس الشرعية في قبة البرلمان يجب أن يناقش مناقشة دقيقة بكل محاورة ومعرفة مفاتيح هذا القرار. حياكم الله، ارفع ايدك نزل ايد، انت ما تعرف شو تريد. وبين النائب والرئيس صارت وسوء وتغليس، واحد راضي والثاني معارض، وكل شيء يمشي بالتصويت، هنا رأي وهناك موقف، وسيد الاثنين يفرض نفسه، لا نقاش ولا جدال، وجدول أعمال على الكيف وجلسات على المزاج، والقوانين المصيرية بالإنعاش، وتاليها لاحظت بقانون ولا اكتمل النصاب. أداء ركيك جداً أمام تطلعات كبيرة، فهل سيمضي الفصل التشريعي بلا مشروع قانون يذكره الشارع العراقي فيصفق لممثليه كتصفيق الزهر في الروليت، صالات وتلخانات ورهانات بالمليارات؟ فهل تكفي حملات الاعتقالات؟ ويا ليت القوانين تمرر بالتمني، لتمنينا تشريع قانون يحظر القمار ويوقف تهديد السلم المجتمعي. لكن الاختلاف بالآراء قد يذهب بنا لمعترض يمرر الأمر وكأنه طبيعي وجزء من متطلبات السياحة في البلاد، حتى ولو كان منفذ للنصب والتحايل والضحك على ذقون المواطن. الملف الأول راح يكون عن الأداء النيابي في القبة التشريعية واختلاف الآراء بين الأعضاء ورئاستي اللجان والبرلمان. راح يكون معنا رئيس المرصد النيابي الدكتور مسهر الساعدي. حياك الله دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بالخبير القانوني سالم حواس. حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور مسهر، يعني أكو اختلاف كما وردنا من بعض المعلومات، أكو اختلاف بين أعضاء اللجنة ضد رئاسة اللجنة،
ورئاسة اللجنة مختلفة ورئاسة البرلمان، ورئاسة البرلمان مختلفة ويا هذا الطرف ويا هذا الطرف. اليوم قوانيننا على الأمزجة دكتور. شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفك الأستاذ المستشار الأستاذ سالم. الحقيقة يعني هو الأمر ليس بجديد على مجلس النواب في عمله. زين. هناك ثمت مشكلة كبيرة يجب أن تعالج في النظام الداخلي لمجلس النواب نفسه. تعلمين جنابك الكريم أن النظام الداخلي قد حدد سقوف زمنية للقراءة الأولى، ومن ثم انتقال المشروع من القراءة الأولى إلى القراءة الثانية، لكن لم يحدد سقوف زمنية ما بين القراءة الثانية وما بين دفعه إلى التصويت. بالقراءة الأولى أكو سقف زمني تقريبا نقول عليه الأدنى أو الأعلى، يعني ماكسيمام فد 4 أيام، جيد. لكن الإلزام ما بعد أن يقرأ قراءة ثانية ومتى يصوت عليه، ليست هناك ثمة نقطة معينة تشير في النظام الداخلي إلى إلزام اللجان أو هيئة الرئاسة إلى إدراج الموضوعات التي قرأت قراءة ثانية إلى التصويت. زين، هذا مو تسويف وضحك على الشعب. ممتاز جدا. لذلك أنا أقول وفي كل سنة وفي كل انتهاء دورة برلمانية نقول أن هناك جهد عبثي ضائع يصرف عليه الكثير من الأموال عندما تتراكم القراءات الثانية في نهاية الدورة البرلمانية وتترك إلى الدورة البرلمانية اللاحقة. وهنا أيضا لدينا مشكلة أخرى تكمن في أن البرلمان الذي يلي البرلمان السابق يكون غير ملزم بقراءة هذه القوانين التي قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية، ولا الحكومة ملزمة أن تدفعها مرة أخرى إلى مجلس النواب كي تقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية. إذن هناك دورة عبثية يجب أن تناقش قانونيا، ويجب أن تحد بذلك يعني حتى نتخلص من هذه الفوضى. حضرتك وصفتها بأنها دورة عبثية فعلا، لكن المواطن يقول لك هذا جاي يضحك عليه، شنو الفائدة يقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية بعدين يموت وقت تيجي دورة يعني برلمانية ثانية؟ خلي أمقيش مثلا، يعني في الدورة، في معظم الدورات بالمناسبة من الدورة الأولى انتهاء إلى هذه الدورة، يعني بعد ما منتهي الدورة الخامسة إلى الدورة الرابعة، معدل ترك الدورة إلى الدورة التي تليها على أقل تقدير ما بين 150 قانون مقروء قراءة أولى، إذا مو أكثر بالمناسبة، يعني 150 ما بين المقروء قراءة أولى وقراءة ثانية، يعود لمن؟ إلى البرلمان اللاحق. إذن هذا الوقت كله عبث. من هنا أفترض أن مجلس النواب يجب أن يلتفت إلى تعديل نظام الداخلي حتى يجعل هناك سقف زمني. كل هاي السنوات ما بين ما ينتبه لأسباب عديدة، أهمها أولاً هناك أشياء تختص ما بين اللجان نفسها وما بين الحكومة، يعني تقرأ قراءة ثانية ويعدل عليها داخل اللجنة وتعرض مع التقرير المختص اللجنة وتسحب من قبل الحكومة أحيانا، هذا واحد. اثنين، هناك اختلاف في داخل اللجنة نفسها، مثل ما تفضلت جنابك بالتقرير وقلتي أنه هناك ثمة آراء تتقاطع في عملية أن يصلوا إلى صياغة معينة على بعض الفقرات اللي موجودة في أصل النظام المدفوع من مشروع القانون اللي جاء من الحكومة. هذه هم مشكلة عندنا. الثالثة والأهم، أنا ما أفترض لحد هاي اللحظة وجدت أنه أكو شيء اسمه تقديم الأهم على المهم. ما لمست هذه النقطة؟ ما لمسته. إذا أراد مجلس النواب أن يمضي بتشريع قانون يشرعه بأسبوع واحد. هاي لو أراد، إذن شنو اللي أسبوع واحد ممكن أن يمضي بتشريع القانون بأسبوع واحد؟ هذه كلش مهمة. أيه؟ لو أراد، يعني هسه هو ما يريد. أحسنتي. إذن القضية بها أولا فقدان الإرادة للتشريع، وخليني أقول هذه الكلمة وأنا مسؤول عنها، هناك ثمت عدم تناسق بال يعني السياسة التشريعية ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب، أحيانا يصير تقاطع، ولذلك تتعطل جميع القوانين التي تقرأ قراءة ثانية في داخل مجلس النواب وعند اللجان. يعني صوري أكو قوانين، خلي أضرب مثل بالدورات السابقة، قانون المحكمة الاتحادية الدورة الثانية بدأت بأول قانون قرأته قراءة أولى قانون المحكمة الاتحادية، وانتهت الدورة البرلمانية ولم تنتج لنا قانون للمحكمة الاتحادية. الدورة الثالثة كذلك بدأت بأول قراءة لقانون المحكمة الاتحادية
وانتهت الدورة ولم تنتج لنا قانون المحكمة الاتحادية. إذن القول الفصل في هذا الموضوع: أولا تعديل النظام الداخلي ووجود سقوف زمنية، اثنين وجود سياسة تشريعية متبادلة ما بين طرفي التشريع اللي هو مجلس الوزراء ومجلس النواب. طيب أستاذ سالم، تقاطعات، مشكلة بالنظام الداخلي، هذا يحكم وذاك يعارض، هذا يعارض وذاك يحكم، تقاطعات كثيرة، يعني العمل شنو؟ مجلس النواب ما عرف يصلح نظام الداخلي منذ تأسيسه حتى اليوم، طبعا. ليش هذا التعارض؟ شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة، وشكرا لقناة الأيام والجمهور الكريم، وشكرا لزميلي الأستاذ الدكتور مسهر السعدي. شكرا. الحديث عن الدستور بصراحة وعن التشريعات يحتاج لفرشة، يعني كما يقول أصحاب البحث العلمي، وهذه الفرشة تستند على جملة من القوانين. أولها أشار إلى جناب الدكتور اللي هو النظام الداخلي. حينما يكون أزمة التشريع عند سلطة التشريع هو هنا تكمن الخطورة. يعني اليوم هسه البعض يتساءل ربما بعد الطرح اللي طرحه جناب الدكتور أنه النظام الداخلي بحاجة إلى تشريع نصوص ومواد تتعلق بالسقوف الزمنية حتى لا نكون أمام خرق قانوني أو دستوري أو نظامي وما إلى ذلك من توصيفات من السلطة التشريعية المعنية بهذا الاتجاه، فكيف يكون الحال بالنسبة للقوانين التي لا تتعلق بهذه السلطة؟ أكو قاعدة فقهية وقانونية حقيقة ومتعلقة بالفلسفة القانونية تقول أن المشروط عدم عند عدم شرطه، ولهذا نحتاج إلى ملازمة بالنص القانوني لتطبيقه كمصداق على أرض الواقع بطريقة أخرى. لو نتفحص نصوص القانون الدستوري أو الدستور لسنة 2005 النافذ الحالي، يبدأ من المادة الأولى والديباجة هي جزء من النصوص وينتهي بآخر نص يمكن 144 أو ما إلى ذلك، نجد أكثر من 155 مفردة في كل نص قانوني تقول وينظم ذلك بقانون. زين، طبعا احنا بالتدرج القانوني بالفقه القانوني احنا عندنا المرتبة الأولى الدستور، بعدين القوانين، وبعدين الأنظمة، وبعدين التعليمات، هكذا الهرم القانوني. النص الدستوري حينما يشير بعبارة وينظم ذلك بقانون، وأكثر من 155 نص طبعا، وهذا يعني ملاحظة يمكن سويت جرد بصراحة على عجالة، يمكن أقرأ لكم إياها بخصوص عدد المواد وعدد النصوص وعدد القوانين التي لم يصبها التشريع أو التعديل. هذه النصوص التي تلامس الدستور هي أكثر علوية وسمو وعلو من النصوص الأخرى، يعني قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، القوانين الأخرى هي بها علوية بس ما تجي بالمرتبة كالمرتبة التي ينص عليها الدستور وينظم ذلك بقانون. يعني وينظم ذلك بقانون، البرلمان الجاي يشتغل، وهذا هو موضوع حلقتنا، وهذا الشيء يعني احنا اليوم أسألك هسألتك كخبير قانوني. اليوم البرلمان أي سلطة تحاسبة، أي سلطة تقول له تعال يا برلمان أنت ليش بجاي تشرع قوانين؟ ممتاز. إحنا عندنا موضوع الفصل بين السلطات اللي أكد عليه الدستور، مو موضوع أنه كانتونات وكل سلطة هي يعني دولة مستقلة بذاتها. النظام الديمقراطي قائم على قضية مهمة جدا وهو أن السلطات تراقب بعضها بعضا. هذا النظام البرلماني، ولهذا هو يعني النص التشريعي والنص الدستوري يجعل من المحكمة الاتحادية هي التي تراقب البرلمان والبرلمان يراقب الجهات الأخرى. المحكمة الاتحادية وينها عن البرلمان؟ أنت قلت أنه من 2005 حتى الآن لم نرى عملا جيدا وحقيقيا للبرلمان. تمام. أنا حقيقة سويت إحصائية قبل يمكن ساعة للقوانين وخذتها من قاعدة التشريعات اللي موجودة على الشبكة العنكبوتية. طيب. يعني عندنا أكثر من 27,433 نص قانوني، منها 7,136 قانون، 4,265 أمر وزاري، 3,268 نظام،
و5029 تصريح. هذه لو نسوي لها معادله، يمكن دكتور مصر هو رجل ام اكاديمي، يعني الدستور العراقي منذ 2005 والبرلمان ايضا منذ نشأته الى يومنا هذا، كم عدد النصوص القانونيه التي اصابها التعديل او تلك التي اصابها الالغاء او تلك التي اصيبت بالجرح كما يقول الفقه القانوني؟ اذا نخلي نسبه وتناسب بالبحث العلمي، احنا عندنا بالدراسات العليا قضيه نسبه. نعم، ايش قد النسبه؟ يعني ما تشكل، يعني انا ما اريد اطلع بنسبه يمكن احبط، يعني هي مو تحبط، انت جاي تتكلم عن بس نسبه بصراحه سأسألة. نسبه بائسه جدا. يعني اليوم اكو قضيه ترحيل، يعني الدوره اللي اشار لها الدكتور كل دوره ترحل قوانين ومشروعات الى الدوره التي تليها، والدوره التاليها اصلا ما تنظر بهذه القوانين. بالمناسبه اكو ثلاث نصوص عندنا بالدستور، نص الماده 60 بها شطرين، الشطر الأول مشروعات القوانين متعلقة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مقترحات القوانين من 10 أعضاء أو اللجان هو مختص بها البرلمان. النص المادة 61 بها 9 بدود، البند الأول والثاني دور رقابة، دور البرلمان هو الرقابة والتشريع، والمادة 80 هي تقريبا يعني تخصيص أو إضافة أو تأكيد لنص المادة 60 اللي تؤكد على أن مشروعات القوانين هي تنبثق من رئاسة الجمهورية. أرجعلك إلى النسبة. نعم. كخبير قانون إيش قد تنطي نسبة الفشل التي أصابت البرلمان في كل الدورات؟ يعني أكثر من نصف، يعني أكثر من 50%. أكثر من 50%. نعم. إذن دكتور أكثر من 50%، للأسف إحنا عندنا حالة بالعراق دائما تترك النهايات مفتوحة. بالمناسبة من أقول أكثر من نصف قياسا للمنظومة القانونية، لأن عندنا قوانين من 1931، قانون المشروبات الكحولية بأيام الملك إلى يومنا الحالي، يعني هو القانون نافذ ما عدا عدل بقانون واردات البلديات مو بالمادة 14. تتخيلي من 1931 إلى يومنا هذا شقد؟ يعني 94 سنة القانون إلى الآن، وكأنما هو ما أدري صحيفة سجادية أو قرآن منزه ولا يجوز المساس به. أي منو دا ينطي لهذه القوانين قدسيته؟ معقولة يعني برلمان يأخذ راتب بتشريعه وبمراقبته وما جاي يشتغل؟ يعني يا أستاذ سالم خلينا نكون أنا واقعيين. أقول الشعب مصدر السلطات كما عبر عنه النص القانوني، الشعب يحتاج بصراحة إلى ضغط، وهذا الضغط ما ممكن الاستهانة طلعوا بالشوارع وصار ضغط بكل الاتجاهات، يعني يضغط على اليوم أنا من أنتخب الدكتور مسهر والدكتور مسهر ينتخب شخص آخر مثلا، أنا ملزم، النائب ملزم بتحقيق إرادة. هاي هسه خلصنا من النواب رجعنا لساحة الشعب وراح أرجع بهذه النقطة. إحنا دائما عندنا فد مشكلة بالعراق تترك النهايات مفتوحة، لجنة تحقيقية تترك نهايات مفتوحة بلا نتائج، قراءة ثانية ما بها سقف زمني يلزم النواب لتأكيد هذا القانون أو يعني مثل ما نقدر نقول التصويت عليه. كل هذه المشاكل لماذا دائما عندنا نهايات مفتوحة في العراق؟ أنا فقط أضيف من ما تفضل به الأستاذ سالم، هو فعلا الدستور العراقي ختم العديد من المواد الدستورية بكلمة وينظم ذلك بقانون. زين. إحنا بالمرصد يعني صنفناها سميناها القوانين الدستورية. تمام. يعني أطلقنا عليها القوانين الدستورية. جيد. واحدة من أهم القضايا التي تمس العراق الآن سيادة واختلافات قائمة في كل تشكيل حكومة هو قانون النفط والغاز مثلا. قانون النفط والغاز قانون مختلف عليه ما بين الحكومة الاتحادية وما بين حكومة إقليم كردستان. هذا القانون هو من القوانين الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي منذ 2005، لم يتطرق إليه أحد في كل الدورات السابقة، بس الكل ينادي به. خوف طبعا، هذا المنادات لا تكفي، انا وياك النادي بالاعلام، انا وياك نسوي قوه الضغط، انا وياك نصرخ باعلى صوتنا. لا عذرا دكتور مسر، لكن النائب عفو. النائب يريد. احسنتي، لكن القضيه ارجع واعود الى ذات العله الاولى، فقدان السياسه التشريعيه، ما عندنا تناسق بالسياسه التشريعيه. طبعا اقترحوا انه كان في الدورات الاولى اكو ممثل للحكومه يعني يكون في داخل البرلمان، يعني نعم،
بعدين صاروا اكو تنسيق مكتب تنسيق حكومي وزير دولة طبعا بالبرلمان الاول والثاني. هذا كل ما اجدى بنفع. ليش؟ لانه خلينا نكون صريحين جدا، القوانين التي تمس بناء الدولة بشكل حقيقي لا تنتج من داخل قبة البرلمان، انما تنتج بالتوافق السياسي. رجعنا لموضوع التوافق السياسي. والتوافق السياسي هذا يخلي الأمر بعلوية عليه من على البرلمان وعلى القرار البرلماني. بمعنى يعني معظم الكتل السياسية المنتظمة في داخل البرلمان هي عائدة إلى كتل سياسية، هذه الكتل السياسية في الغالب هي تكون خارج القبة البرلمانية. طبعا خليني ألفت نظر جنابك الكريم إلى نقطة كلش مهمة. الدورة التشريعية الأولى كان بها إنتاج تشريعي جيد، الدورة البرلمانية الثانية كان بها إنتاج تشريعي جيد. ليش؟ لأنه معظم قادة الكتل السياسية كانوا أعضاء في مجلس النواب، وكان الوصول لهم هين ويسير، ولذلك تذلل العقوبات أثناء الجلسات أو العقبات الحقيقة. جيد. الآن إحنا فقدنا الخاصية هذه، فقدنا الخاصية هذه، فصارت المشاورات كأنه مشاورات هي مشاورات خارجية أكثر ما تكون هي مشاورات. بس أنتم كمرصد نيابي شنو عمل البرلمان؟ إذا البرلمان يأخذ النعم أو لا من الكتل السياسية، خلينا نكون إذا لا شنو الدور؟ يعني هسه أنا ما أريد أطلق أحكام، لأنه إحنا مو شغلتنا نطلق أحكام، إحنا نطلق معطيات والآخرين يقيمون هاي المعطيات. دور البرلمان يعني دور البرلمان الآن إحنا ما نقدر نقول ما شرع، لا هو عدى لحد الآن بالدورة الانتخابية الحالية 56 يعني 56 قانون شرحها. بس قل لي نوع القوانين اللي شرحها، هل هي تمس بناء الدولة العراقية؟ كل القوانين هل هي المهمة تمس حياة المواطن؟ أجلت. هل هي فيها جنبة كبيرة من المعاهدات والاتفاقات؟ اي انا اقول لك اعظم يعني معظم هذه التشريعات اللي شرحها مجلس النواب خلال هاي الفترة اللي هي 56 قانون، معظمها كانت فيها بعض التعديلات للقوانين، والاغلب فيها هي الاتفاقات والمعاهدات الدولية. والاتفاقات والمعاهدات الدولية كأنه أنت تريد تمشي وضع الحكومة أكثر ما تمشي بها وضع البلد. دكتور خلينا نكون واقعيين، قوانين مهمة ينتظرها الشارع العراقي وتمس حياة الأسر العراقية. تمام. ليش دائما نشوف فد هوسة البرلمان وبعدين تنتقل الحرب للسوشيال ميديا وبعدين يؤجلوا كل شيء؟ كلش ممتاز، الكلام جيد جدا. إحنا دورة الحياة البرلمانية مثل ما تفضل الأستاذ سالم، مشروعات القوانين تيجي من الحكومة ولا منين؟ من رئيس الجمهورية، صح؟ صح. يفترض أن ما ترسله الحكومة إلى البرلمان مؤمن بحامل إيجابي تستطيع الحكومة أن ترفع من شأن البرلمان في تشريع هذه القوانين. إشكالنا لحد الآن هو قائم منذ الدورة الانتخابية الأولى، إحنا نشكل الحكومة وننفض عنها فيما بعد لمصالح خاصة بنا، ولذلك تبقى التشريعات اللي ترسل من الحكومة وإن كانت تمس حياة المواطن هي مركونة بالأدراج. أريد أسألك بصراحة لعدم التوافق السياسي، النواب على قدر من المعرفة والمسؤولية بهذه القوانين البرلمانية لو يجي أمر صوت أو لا صوت؟ ليس كل النواب. خلينا أقول أنه أكو نواب عندنا جيدين فاعلين في لجانهم، وأكو عندنا نواب يعني أنت يكفيش أنه أنا في يوم الأيام قلت أنه معدل الحضور العام في داخل الجلسة الواحدة من الغيابات قد يتجاوز 130 نائب في كل جلسة. هاي المشكلة بالرئاسة لو بالبرلمانية؟ طبعا أنا أحمل هيئة الرئاسة هذه المسؤولية. ليش؟ لأنه عدي نظام داخلي وعدي قانون مجلس النواب وتشكيلاته في مادتين، يعني المادة 10 والمادة 11، وفي النظام الداخلي عدي مادة صريحة جدا تقول لي النائب الذي يتغيب خمس جلسات أكو فد إجراء له. إلى اللحظة مجلس النواب يعني إحنا إيش قصار لنا تقريبا يعني هاي الدورة الانتخابية راح تقارب إلى السنة الثالثة ما نعرف نائب واحد غائب. ليش؟ 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 لأنه رئاسة مجلس النواب مقصرة إزاء القانون اللي سنته هي لنفسها وإزاء النظام الداخلي. أيهما كان أفضل، الرئاسة بزمن السيد محمد الحلبوسي أو بزمن السيد مندلاوي؟ الأخطاء ونفس المنهج اللي يشتغلون عليه هو واحد، نفس الأخطاء. يعني أنا هسه أقول على هذا الموضوع، لو كانت هيئة الرئاسة قد ضغطت على النواب المتغيبين وأعلنت أسماءهم، ما راح يصير أكو ضغط جماهير على ذولا أنه تعالي قعدوا بمجلس النواب. ليش هذا التستر؟ هذا التستر تسأل عليه هيئة الرئاسة. أنتم كمرصد نيابي، إحنا ليش تقولي لي إحنا كمرصد؟ أنتم اليوم كيف تقرؤون دكتور بنصر؟ عزيز
احنا ماكو قناه اعلاميه ما قايلينها، ماكو تقرير ما احنا حاكين به، ماكو لجنه من اللجان ومجلس النواب ما وصل هاي التقارير وبهذا التاشير على انه انتم دا تمارسون خطا كبير جدا بتسترتكم على النواب. تتحملها رئاسه البرلمان طبعاً. كخبير قانوني من يحاسب رئاسه البرلمان ويقولها يا بتعالي انت ليش قاعده تسترين على النواب المتغيبين؟ المحكمه الاتحاديه لها العلويه في الفصل في كل قضيه، يعني اليوم المحكمه الاتحادية العليا التي أزاحت وبقرار قانوني ودستوري رئيس البرلمان للأسباب الواردة في القرار يعني تستطيع أن تتدخل بموجب الصلاحيات الممنوحة غير واحد يقدم شكوى موجب نص المادة 93. طبعا قانون المحكمة الاتحادية العليا مع نظامها الداخلي بها موضوع نظام دعوة، احنا نظام الدعاوى مرة يقدم من ذي صفة يعني يتمتع بالخصومة ومرة لا، يعني حتى الادعاء العام بإمكانه أن يقاضي. الادعاء اتحرك ولا النواب اتحرك؟ هو يعني يحتاج بصراحة يحتاج أولا إلى قضية دعم الجماهيري دعكم من دعم الجماهيري أستاذ سالم، خلينا نكون واقعيين. نعم. اليوم احنا جايدا نتحدث عن سلطة تشريعية وسلطة رقابية وعن المحكمة الاتحادية والدعاء عام، ليش كل هاي الحلقات همشناها ورجعنا على الشارع؟ هذا سؤال لحضرتك. لا مو احنا الشارع بصراحة حدد في فترات سابقة مصير مجلس النواب، خلينا نكون صريحين. إيه بس مو صحيح. لا اليوم من دخلت الجماهير الغاضبة إلى ساحة مجلس النواب أعتقد غيرت كثير من النصوص يعني وعادوا إلى المربع الأول. هل, هل, هل إحنا نفهم لازم يكون أكو ثورة بالشارع لا ويدخلون على البرلمان يلا البرلمان يغير؟ أنا لا أقصد التحريض على الثورة وإنما الرقابة الجماهيرية سيدتي الكريمة، الرقابة الجماهيرية مهمة جدا والإعلام أيضا مهم ويعني يشكل أداة ضغط خطيرة جدا. تمام. المؤسسات الدستورية الأخرى منظمات المجتمع المدني هاي الرابعة، الخامسة المحكمة الاتحادية العليا، عندنا طرق متاحة بصراحة، احنا ما نقدر نختصر الأمر على سين. شنو من وجهة نظرك لماذا لم يقدم أي أحد دعوة على النواب المتغيبين؟ بس أقلها دعوة يسألها للمحكمة الإيابة يعني هذول ليش مجاهد؟ احنا عندنا جهل بالقانون بصراحة، وهذا الجهل هذا التغييب للثقافة القانونية أنا في تقدير أعتقد يعني هو مقصود وبي تغييب للوعي القانوني. منو متقصد؟ متقصد أنا أقول السلطة السياسية حتما، يعني اليوم احنا هذه القنواتنا حتى بما فيها الرسمية تبث 24 ساعة، ما عندنا ساعتين من هاي الساعة واحدة يومية للبث الوعي القانوني، نحتاج لنا وعي قانوني وعي دستوري حتى ننهض بالبلد نحو بر الأمان. نعم. اكو نقطة يعني مهمة جدا، ما معقولة قرار 120 انا كتبت به بيان لوكالات الأنباء قبل كم يوم، يعني انا اكتب بيانات يومية لوكالات الأنباء، قرار 120 لمجلس قيادة الثورة المنحل مفاده انه اللي يسرق او يختلس او يرتشي بمال من المال العام يودع في الحبس ولا يجوز اطلاق سراحه بكفاله حتى يعني اقامه الدعوه حتى المحاكمه جاي ثاني زين، وعند صدور القرار مثلا 10 سنوات 15 سنه وأمضى هذه المدة لا يخلى سبيله بانتهاء الحكم إلا بعد سداد الدين المن للجهة التي سرق منها. إجا قرار المحكمة الاتحادية قرار أعتقد 43 أو قرار 57 2017 في عهد القاضي مدحت المحمود، نقض هذا القرار قال هذا مخالف للنظام العام مخالف لحقوق الإنسان وبالأسباب الموجبة التي دعت لنقض هذا القرار. أنا أتساءل وفق السؤال اللي طرحتي جنابك، القرار هذا ساري منذ 90 من القرن الماضي منذ العهد السابق وهو من رحم مجلس قادة الثورة المنحل، والحد 2017 يعني أكثر من 30-35 سنة يلا التفتوا إلى المحكمة الاتحادية قانون الأحوال الشخصية صار لفوق 20 سنة أحسنتي، المحكمة الاتحادية العليا التفتت ما التفت إلى البرلمان. نعم. وعندنا قرار إلى اليوم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1198 المتعلق بالتمليك وعشرات القرارات أكثر من 4000 قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لا زال إلى اليوم يعني نعم. فعال وشغال. أنا أقول أوجه خطابي إلى السلطة التشريعية، أين هي السلطة التشريعية من هذه القوانين؟ أين هي السلطة التشريعية من هذه القرارات؟ عندنا قانون الأحوال الشخصية ملغوم،
القانون المدني، قانون الجمارك، قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات يعني النافذ الحالي 111. نتمنى يسمعون نداءك السلطة التشريعية، يعني مئات القوانين هي بحاجة لا تعديل. شكرا جزيلا الخبير القانوني سالم حواس، حياك الله. شكرا جزيلا رئيس المرصد النيابي الدكتور مسهر الساعدي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذن ملفنا الثاني راح يكون عن الحملة الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية بحق بعض الصالات وتلخانات الروليت والريسس في بغداد. راح نفتح وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. شرعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة واسعة استهدفت صالات لعب القمار في جانب الكرخ ببغداد. العملية تمت بعد تلقي معلومات استخبارية عن نشاط غير قانوني داخل تلك الصالات، حيث تمت مداهمة واعتقال العديد من العاملين من بينهم 9 نساء، بالإضافة إلى ضبط كميات من المشروبات الكحولية. مطاردة هؤلاء الأشخاص الذين يلعبون الأقمار أو الروليت أو يتعاطون المشروبات والمخدرات في هذه الأماكن ويقيمون هذه الفواحش، أعتقد اليوم من مسؤولية الأمن ومسؤولية الدولة أن تراقب هذه الأماكن، تتابع هذه الأماكن، تحاسب أصحاب هذه الأماكن، وبالتالي تلقي القبض على كل شخص مشبوه يتصرف بشكل عشوائي لخلط الأوراق داخل المشهد العراقي. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الجريمة التي تضر بالمجتمع والسيطرة عليها، كونها ترتبط بشخصيات متنفذة لغسيل الأموال واستقطاب الشباب لتحقيق مكاسب ربحية. ويرى مراقبون في الشأن ضرورة تكثيف الجهود لتطهير هذه الظاهرة التي تهدف إلى تفكيك النسيج المجتمعي. إذا بقيت الحكومة والإجراءات الحكومية الرادعة لمثل هكذا مجاميع، إحنا ممكن أن ننتشل حقيقة الشباب من الجنسين حقيقة، يعني سواء الشباب يعني رجال شباب ولد أو بنات، ممكن أن ننتشلهم، يعني نبعد الخطر عن هؤلاء، بالتالي قد يعودون إلى رشدهم ويأخذون الطريق الصحيح الذي يخدم البلد ويخدم المجتمع. الإطاحة ب 52 شخصا خلال تواجدهم داخل صالات لعب القمار، من بينهم جنسيات عربية كانوا مخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزتهم. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف، حياك الله. حياك الله فرح، أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالناشط في مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين، حياك الله أستاذ سعيد. حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور، القوات الأمنية تشل حملة على التلخانات، لكن سؤال لحضرتك، لماذا ازدادت صالات القمار والروليت بهذا الشكل المخيف في العاصمة بغداد وبقية المحافظات؟ نعم فرح، فرصة طيبة أخرى أن نلتقيك في أكثر من مناسبة. تحية لك ولمشاهدي قناتي الكريمة وللزميل العتيد الخبير في شأن مكافحة الفساد الزميل العزيز. يعني أولا هي بالحقيقة لم تزدد، إنما نضبت لا بل قلت. يعني كنا نشهد في حقب ماضية كانت هذه الصالات تحظى بعمل تحت عين الدولة، تحت عين الحكومة بتعبير أدق، لأنها كانت تمنح إجازات، وكانت كان فندق الشيراتون، فندق الميريديان، فنادق أخرى، كانت تشهد هذه الصالات عيانا ودون أي وازع ودون أي رادع لعب القمار. ليش فرح؟ لأن لعب القمار الوحيد الغير خاضع لغسيل الأموال، يعني شخص يسرق أموال نتيجة عمل حرام أو نتيجة اختلاس أو نتيجة سرقة، إذا عمل بالقمار بعد حتى قانون من أين لك هذا سيعفى منه، لأن هذا ربح أموال، وبما أنه تحت عناية وموافقة الدولة فبعد لا ملاحقة عليه، يقول إلى الدولة تحت عنايتكم ورعايتكم. إذا القمار هو غسيل أموال؟ نعم، القمار والوجه الحقيقي والوجه الأدق والمصداق الأدق لتعريف غسيل الأموال. ليش؟ لماذا الصالات الأوروبية دائما تركز على القمار في كل دول أوروبا؟ لأنها تستقطب رؤوس الأموال السارقة
وتقوم بعملية إعادة تدوير لهذه الأموال المسروقة. لذلك من هنا تجلت جدية وزارة الداخلية. الأخ عبد الأمير الشمري هو ليس فقط وزير أمني، وزير متشرع بصراحة، وزير يخشى يعني يخشى من الحرمات كثيرا. لذلك بنفسه تابع وعالج محلات يعني الخمور ومحلات والأماكن المشبوهة للقمار، وكذلك الأماكن التي تتسم بالبغاء فضلا عن المواخير. لذلك يعني حقيقة دور جبار شهدته وزارة الداخلية بالآونة الأخيرة بملاحقة ومكافحة وضرب مفاصل صالات القمار، سواء كان على مستوى صالات القمار الطافحة والظاهرة التي هي في العيان. بس هو يقول لك هذا شيء يدعم السياحة، أكو من يؤيد هذا الموضوع؟ لا أخو، أكو دول بعينها تدعم السياحة لكنها لا تدعم القمار. يعني دول لا أذكرها، يعني مثل الإمارات، الإمارات دولة سياحية من الطراز الأول لكنها لا تدعم القمار. المملكة العربية السعودية دولة من الطراز يعني أيضا سياحية تعتبر. إحنا ما عندنا قانون واضح يمنع القمار في العراق. لا، القمار، المتاجرة بالقمار، قانون 111 لعام 69 حرم عمل القمار بصورة بينة وواضحة وفق أدلة وقوانين صادحة ومواد. لا، هو حرمها، القمار محرم قطعا. يعني الإسلام هو دين الدولة، ودين الدولة يستنبط أحكامه من القرآن، والقرآن حرم الاقتسام بالأزلام، وهذا جزء من الاقتسام بالأزلام اللي هو القمار. لذلك أعتقد أن جهود بذلت، طبعا جهود استخبارية، جهود معلوماتية، حتى الذين يتاجرون بالمخدرات يلجؤون إلى لعب القمار كي يقوموا بضرب إطار قانوني على أموالهم. بس اللي أنت أكو هسفد ملاحظة، هو كافيه لو مطعم عائلي أو سياحي، مرفق سياحي، لكن الداخل يختلف. أنا أبين لك فرح، في أحد محال الأسواق الشعبية في بغداد، في الفضل، في الكفاح، شهدت في بعض الأحيان يعني مقاهي، وهذه المقاهي فيها شاشات، استغربت، وجدت شاشات كبيرة لأحد المقاهي، وهذا المقهى يبيع شاي. يعني هو أرباح الإنكم التي تأتي لا تتلائم طرديا مع حجم الشاشات، شاشات كبيرة، يعني شاشات 100 بوصة، 100 بوصة وأربع شاشات، شلون إحنا عندنا الكنترول، هو يبيع شاي عندنا بكل قناة، هو يبيع شاي. فباوعت، لفت انتباهي انه هاي الشاشات اربعتهن من 100 بوصة، اربعتهن دايريها على لعب الاحصنه، سباق الاحصنه. فلما زاد يعني تعمقي بالسؤال، وجدت انهم يراهنون على هذه ضمن ما يسمى سابقا بالريسز. يقعدون يجلسون وهم ياتون، كل واحد لديه فيشه برقم محدد، وهي الخيول مسومه بها ارقام، وهذه الأرقام، أنا أريد الرقم الفلاني، أنت الرقم الفلاني، الأستاذ الرقم الفلاني، وكلها. وأكو هناك يعني ريجليتر منظم، وهذا هو الليدر، هو الذي يجمع وهو الذي يكتب. واتضح فيما بعد أنهم يمارسون أعمال فيما يتعلق بالريس، وهذه مشكلة. لذلك الواجهة شكل والداخل شكل. نعم، آخر. نعم، مستغربة أنت هسه بالله امرأة، يعني ما تستطيعين الدخلين مثل هكذا أماكن قطعا. لا، بل لست فقط النساء يعني من أمثالك الفاضلات، لكن لا، حتى الرجل المحترم نفسه المواخير قطعا. هذا مثل، نعم، واحد على نحو الطرافة، واحد قال لواحد، قال له أني أمي شافت أمك فلان ماخور، قال له بالله أمي شغلتها كذا، زين أمك تجابها في هذا الماخور، تجابها في هذا المكان. بهذه القصة يعني نظر. طيب، جد ترحيب بحضرتك أستاذ سعيد. نتحدث عن الريسز والقمار، شنو رأي حضرتك أنت كمكافح للفساد؟ شوف هاي صارت باب من أبواب الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي فرح، ولأخي العزيز سيد أبو رغيف. الحقيقة أستاذ فاضل المؤخر، يعني طول عمرك، الحقيقة هي أي شيء بيه غسيل أموال هو غسل لأموال قذرة متأتية من جريمة فساد. زين، احنا عندنا للخارج نسميها الجرائم العابرة الوطنية، اللي هي المخدرات، السلاح، البشر، النفط، الأحجار الكريمة وما شابه. هذه العمليات التهريب، تهريب الأموال، غسيل الأموال،
تمويل الإرهاب، هذه كلها أموال قذرة. جزء في كثير من الأحيان هي مافيا دولية، وجزء آخر أستاذ فاضل يعني يعرف أحسن من عدي، تمول لعمليات قذرة للمخابرات، لأجهزة مخابراتية اللي لها علاقة بعملية غسل الأموال، حتى العمليات القذرة تمول بأموال قذرة. هذا بالخارج عندما تعبر الحدود، ولكن احنا عندنا في الداخل الحقيقة الروليت جزء من هذا غسل الأموال، جزء من الوسائل لتبييض الأموال. ولذلك قبل 2003 كانت الأموال تستلم، اللي يشتغل بال يعني يربح بالروليت يروح يستلمها من البنك المركزي، يعني أموال يدفعها بعد ما يربح ينطوه فيش الفيش يسلمها، تصير أموال نظيفة. زين. الآن لا احنا بالبنك المركزي يعني نستلم أموال على الأقل حتى شو اسمه، ولا نعرف حجم الأموال اللي تم تداولها. وهي هنا المصيبة، اكو جهات سياسية متنفذة دا تحاول تبقي الموضوع بهذا الإطار. لا احنا خلينا نكون واضح، عندما يكون هنالك سيادة قانون انفاذ قانون بشكل يعني صارم هذه الجرائم ستتقلص بنسبة كبيرة، يعني يتم احتوائها. ولكن طالما عندنا شوية خلل في سيادة القانون، يسمع لي فاضي يعني عندنا خلل في سيادة القانون انفاذ القانون، لا، وعندنا فراغات تشريعية بهذا الباب، لا، ستكون المشكلة قائمة. ولذلك عملية الروليت في الغالب غير رسمية، في سنة 2019 وقبلها يعني كانت هناك عمليات لوزارة الداخلية، مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، لوزارة الداخلية كانت هنا، ولحد ما قبل يعني فترة قليلة يعني قبل شهر شهرين كان هنالك عمليات مداهمة لهذه المراكز. احنا اللي نريده شو، مو فقط الجانب الأمني، هذا الجانب يخضع إلى من أين لك هذا، من هذه الأموال، حتى نعرف مصادر التمويل. كل صعبة أساسا أخدمك، لا مو صعبة، والله مو صعبة، أقسم من يكون هنالك جهاز نفاذ قانون قوي وما يتم به حماية المتجاوزين على القانون أو تدخل جهات مافيوية محلية. هو هاي التدخل هنا بالمافيا، منو المافيا؟ هسه أنا هنا أروح الكرادة، من هو؟ أنا لو أنتي أستاذ، أنت عملت في مجال مكافحة الفساد، شنو الحالات اللي رصدتها؟ شنو الحالات اللي شخصتها؟ لا هي أساساً هي مراكز لغسل الأموال، تسرق أموال. منو الجهات اللي تدعمها واللي ترعاها واللي تحافظ على سطوة المافيا في العراق؟ سيدتي المال العام بيد من؟ بيد شلو؟ بيدي، بيد الموظفين. مو بيدنا. الموظف عن طريق الاختلاس، عن طريق الرشوة، عن طريق استيلاء على أموال محددة، أبو الجباية خلينا نقول هذا كيف معلن يعني، أبو تريليون أمين صندوق يسيطر على تريليون دينار، أبو المرور هذا حتى باكر عقبه يقولوا له تمين لك، يروح يلعب هذه ومن شابه يروح يلعب هذه الصالات، حتى هذا التريليون ماله يصير 600 مليون وربحه 600 مليون. يقول أنا لعبت قمار وفزت وخسرت وما شابه، أنت يتم غسل هذا الأموال راح يصير مال. إيش قد نسبتها أستاذ سعيد؟ بصراحة إيش قد نسبتها؟ كم عامل أبو جباية هسه اللي ذكرته أنت على سبيل المثال؟ أكو آثار إلى أمنية وأكو آثار قيمية على المجتمع، يعني مو مثل يعني المخدرات والأموال اللي تتأتى منها. المخدرات يعني مو أكثر طبعا، يعني اموالها مو تريليونيه، يعني مو ملياريه بالدولار، مليارين اغرب مو حاله، مو ملياريه يعني كرقم، ولكن يبقى حقيقه ذو تاثير على القيم المجتمعيه، عندما تتراجع سينهار عندنا الامن، ياثر على الوضع أغرب الامني. اغرب حاله استاذ سعيد شفتها او سمعت بها؟ والله يعني في حينها يعني سنه 19 اكو جهاز متنفذ في الدوله، يعني هم كانوا يديروها بيهم بالداخلية بيهم بأجهزة أمنية يعني أخرى اسمحوا لي عدم ذكر اسمها، بس إحنا نقدر للداخلية نقدر نحكي عليهم. كانت مسؤولة عن هذه الصالات؟ كانوا يديروها ومنتفعين بها، وطبعا مليارات عن طريق غسل الأموال، وهو هذا اللي موجود وتمت المداهمة يعني
صوت وصورة وما شابه، فيجي مثلا المسؤول القاطع الأمني ياخذ عمولة، المسؤول القاطع الاستخباري ياخذ عمولة، وتكون هنالك مع الأسف جهة أمنية أيضا كانت. ولذلك بعد ما كانوا يداهمون القوى الأمنية شوف بها استخبارات الداخلية، وزارة الداخلية بكل مؤسساتها بما فيها أمن الحشد الشعبي، حتى ليس التصادم من بين القوى الأمنية ومنتسبي اللي كانوا يتعاطون هذه الأعمال. دكتور فاضل، أرد أسأل حضرتك سؤال، هو شلون واحد ممكن يقامر بكل ما يملك، بيتين وسيارة وفلوسه، ويخسر ويرجع يقامر ويخسر ويخسر لحد ما يطلع من هذه الصالة وهو كل شيء ما يملك؟ المتنبي يقول إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده عن توهمي. القضية تبدأ واحد يكذب كذبة تنطلي على الآخرين، المشكلة أنها بمرور الزمن تنطلي عليه، وهذا ما يحدث بالضبط للمدمن على المخدرات حينما يبدأ أول ما يبدأها بتجربة وبعد ذلك بإعادة وبعد ذلك باستئناس وفي المرة الرابعة. بس مدمن المخدرات أكو مروج لهذه البضاعة، راح يظل يقرأ جرب شوية وهاي راح تخليك في عالم آخر. القمار من يروج للقمار؟ أنا بيلج القمار، المقامر المبتدئ أول ما يبتدئ ويجلس على صالة القمار هناك حلقة، هذه الحلقة تنظر له أنه أول مرة دخل إلى هذه الحلقة فتقوم بتربيحه بالمرة الأولى، يقومون بإعطاء أمال، كلما مد بما لديه من مقامرة من مال سيربحونه، مرة ثانية سيربحوه، المرة الثالثة سيعطي مال أكثر وسيدفعون له، يدفعون له من خزينتهم اللي هي التي تجبى نتيجة العمل. يعني خلال هذه العملية أكو بعض النساء أو العنصر النسوي اللي تحاول إغراءه واستمراره في اللعب؟ النساء يعني يتم استخدامهن واستمالتهن بطريقة يعني هي من تأتي بهؤلاء، هي ابتداء طبعا تعرفين أنه الرجال بصورة عامة يعني يمتازون بأبرز نقطتي ضعف، المال والنساء. زين، فهسه عندنا النساء لأنه هو عنده مال فتستميل المرأة، إذا ما استمالته هو ابتداء هذا القضية يتم استمالته بدون مرأة، لأن هذا أول مرة مستجد. إذا عرفوا أنه هذا ليتشمان رجل غني، أول ما يمد أول ما يقتسم بالمقامرة، أول ما يمد مداده أول شيء يربحونه، مثلا على سبيل المثال يطي 10 مليون دينار، رأسا يعطونه 10 مليون دينار فيقول لك أنا ربحت، مرة ثانية يعطي 25 مليون لأنه هذا أو يعطي 20 نفسه يقول أنا ما خاسر شيء، يعطي 40 مليون، المرة الثالثة يستأنس الفكرة يعطي 50 مليون وكذلك يعطوه 50 مليون، وهكذا يضحكون على عقله ويأخذون العند والمعند. وأول خسارة يخسروها به هي ليست الخسارة الضعفية إنما الخسارة الجزئية، بمعنى أنه حينما يخسر بالرابعة يقدر يعوض، بدل لا مو يقدر يعوض، إذا يستمر، إذا خسر إذا ذب 30 مليون يخسرونه بس 5 مليون، يعني يستشعر أنه خسارته قليلة لكن الإنكم اللي يجي عالي جدا، وهذه أول علامات راح يستمر. نعم. زين أستاذ سعيد، باختصار أكو نساء يلعبن قمار والروليت والريسز وهذه السوالف؟ لا هو فقط لأغراض التشجيع والاستدراج، يعني يجيبون وحدة جميلة متبرجة ومن أجل يعتبر أبرة تخدير لل أيه صح، أبرة تخدير لهذا المقامر يعني. زين، فتكون عامل مساعد من خلال وتساعد إدارات من خلال عملك في مجال مكافحة مع الأسف أكو يعني شخصيات بلوغرات أو فاشنستات أو هذه الأمور تقف وراء له هذا الموضوع بعيد تماما، أو جهات النساء خارجية مثلا؟ نساء إلهن احنا اللي مثلي عندنا تسميات يعني قبل عدها لنا ايش اسمه هن يعني اللاتي يتم استخدامهن هي من بنات الهوى يعني، بس تبدلت اسمائهم هسه صارت عندنا هواي اسماء، بس سابقا ما انت تعرف بس هسه انا عندي الفاسد، عندنا فاشينيستات بلوجرات، الفاسد حرامي، اي الفاسد عندي حرامي والبلوجرات والفاشينيستات شو تعرفهم؟ المهم يعني انا ما اريد شو تعرفهم، وانا ارد افهم منك شو تعرفهم؟ والله بس مو مساد.
مومسات البلوغرات والفاشنستات. أنا بالنسبة لي يعني بالنسبة لك هذا رأيك الشخصي مومسات احترامي يعني. نعم. ولكن عن طريق هذه المومسات يتم استخدامهم في هذه الصالات. وهذا دا يصير حاليا هسه؟ إيه دا يصير ولو كان أصبح يعني مجال ضيق يعني بس لكن الأخير. أيضا يصير. نعم. نعم نفس الأداة نفس هي هاي حال حال الأثاث حال حال. نعم. الطاولة وحال الكرة وضحت الفكرة وضحت الفكرة. شكرا جزيلا الناشط في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين حياك الله. الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف شكرا جزيلا حياك الله ونورتنا في حصاد اليوم. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في 3 مشاريع للدورة المركبة بقطاع الكهرباء. وزيرة الاتصالات تحث أصحاب الأبراج والوكلاء على الدخول بمشاريع الكابل الضوئي. رئيس هيئة الحج يعلن تحديد نسبة 60% للأعمار فوق 50 من مجموع عدد الحجاج. وزارة الداخلية تعلن إصدار أكثر من 40,152,000 بطاقة وطنية حتى الآن. جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على 5 متورطين بالغش الإلكتروني. الحصاد انتهى شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.